السلام عليكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. معكم هاني صعب صلاح. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن الدرس السابع من دروس دورة الوقاية الكهربية، دورة وقاية النظم الكهربية Power System Protection. كنا اتكلمنا عن محاضرتين، الأول تعريف بالدورة، بعدين اتكلمنا عن الـ CT، خدنا فيه 3 محاضرات، بعدين اتكلمنا عن الـ VT، أخدنا في محاضرة. النهاردة هنبدأ نتكلم عن أنواع الريليهات. تمام، انواع الريليز اللي هي انواع الحمايات. تمام، هنتكلم عن كل نوع كده بشكل مبسط وبشكل سريع، لان انت اللي هيهمك بعد كده انت تعرف انواع الحمايات الموجوده على كل جهاز، مثلا على المحول، على المولد، على شبكه المتوسط، وهكذا. انت تعرف انواع الحمايات اللي موجوده. تمام، فلازم تبقى عارف ايه انواع الريليهات، او الريليهات دي كل واحد بيعمل ايه. يعني الاوفر كارنت ريلي بيعمل ايه، الايرث فولت بيعمل ايه، الدايركشنال والديستانس، هنقولهم برده كده بشكل سريع. تمام، عشان بعد كده لما يجي نتكلم مثلا اقول لك وقاية المحول عبارة عن 1 2 3 4، تبقى انت عارف ايه هي 1 2 3 4 دي. يبقى احنا مثلا ممكن نزود مثلا فيها ايه، البخلز ريلي، البخلز مثلا في المحول. لكن لما اجي اقول لك في اوفر كارنت مثلا، في ايرث فولت على المحول، في مش عارف ايه، مش هنرجع ايه، مش هنرجع نشرح الكلام ده تاني. تمام، فالكلام ده هنقوله دلوقتي بشكل عام. تمام، هناخد عليه فيو كده سريع كده ان شاء الله. يعني برضه ان شاء الله معلومات باذن الله ان شاء الله مفيده ليا وليكم ان شاء الله، بنسترجعها مع بعض. لو حد شباب عنده معلومه عايز يزودها يقولها في التعليقات، ما فيش مشكله، بدون اسئله يعني. ما علينا، اللي عنده حاجه عايز يقولها، عايز يضيفها، يضيفها في التعليقات تحت، ما فيش مشكله، احنا كلنا بنتعلم من بعض. تمام، خلينا عشان ما نضيعش وقت نخش على طول. اول حاجه نتكلم عنها يا شباب الاوفر كارنت ليه. تمام، قبل ما اتكلم عن الاوفر كارنت ليه، لازم نكون عارفين الفرق ما بين الاوفر كارنت والاوفر لود. تمام، الاوفر كارنت ليه ده بيحمي من ايه؟ بيحمي من شورت سيركت. تمام، مش من اوفر لود. ايه الفرق يا شباب؟ ايه الفرق بين الاوفر كارنت والاوفر لود؟ الاوفر كارنت قلنا حمايه من شورت سيركت. يعني ايه حمايه من شورت سيركت؟ شورت سيركت يعني تيار عالي، تمام، وزايد وماشي في اتجاه الزياده، تمام، ما بيرجعش تاني ستيبل. اوفر كارنت يعني شورت سيركت، شورت سيركت يعني حصل فولت، الفولت ده ادى لمرور تيار عالي جدا، تمام، والتيار ده ماشي في الزياده، تمام، مش بيقل ومش هيرجع ستيبل تاني الا لما العطل ده يتصلح. تمام، الاوفرلود زياده عن التيار الطبيعي بمقدار محدود، مقدار قليل شويه والفتره زمنيه معينه، وبعدين بيرجع ستيبل تاني. تمام، الا طبعا يعني لو ما فصلش الجهاز هيرجع ستيبل تاني. ندي مثال على كده بايه؟ الاوفرلود ده مثلا مثال كنا قلناه قبل كده في محاضره من المحاضرات. لو عندي مثلا موتور ميه، الموتور ده مثلا بيسحب ميه، موتور ساحب مثلا بيسحب ميه. تمام، الموتور ده شغال في الطبيعي وهو شغال بيسحب الميه كده، بيسحب مثلا وليكن 20 امبير. تمام، الموتور ده هو بيسحب ميه، الميه دي كان فيها مثلا حاجه مثلا صلبه شويه، الحاجه الصلبه دي وقفت على وش الماسوره اللي هو ماسوره الميه اللي بتسحب، اللي هي اللي متوصله على الموتور. الماسوره دي وقف عليها حاجه صلبه شويه، الحاجه الصلبه دي مش عايزه تخش جوه الماسوره، الموتور مش قادر يسحبها، فالموتور عمال يزود في العزم بتاعه، زود العزم يعني زود التيار بتاعه، فالكرنت زاد مثلا من 20 بقى مثلا 40 امبير. تمام، عشان يقدر يسحب الحاجه الصلبه اللي هو مش قادر عليها دي. طيب سحب الحاجه دي، تمام، سحبها خلاص، يرجع تاني لل 20 امبير. تمام يا شباب، ده اللي هو ايه؟ ده اللي هو الاوفرلود. تمام، ان هو ايه؟ حصل زياده محدوده شويه في التيار نتيجه حاجه معينه، وبعدين رجع ستيبل تاني، او ما رجعش في الاوفرلود فصل. تمام، او يعني فضل بقى مش قادر بقى يسحب الحاجه اللي هو عمال يسحبها دي، مش قادر بقى يسحبها خلاص، فهو الاوفرلود مثلا متظبط مثلا على 50 امبير، فوصل ل 50 امبير وراح فصل خلاص. يا اما هيسحب الحاجه دي والحاجه دي هتمشي، العارض اللي حصل للموتور ده هيعدي، فالحاجه دي هيخلص منها ويرجع يمشي ستيبل تاني، يرجع تاني لل 20 امبير. طب الشورت سيركت، لا الشورت سيركت ال 20 امبير دول بيبقوا 1000 امبير، يبقى مثلا 500 امبير، 200 امبير، 1000 امبير، حسب الحسابات. سوري يا شباب، حسب الحسابات بتاعت الشورت سيركت، وبيكون في اتجاه الزياده وما بيرجعش ستيبل تاني.
تمام يا شباب؟ يبقى لازم نفرق ما بين الاوفر كارنت والاوفر لود. تمام تمام يا شباب، الجهازين اذا كان الاوفر لود او الاوفر كارنت الاثنين يعتبروا نفس التوصيله، نفس المهام، نفس الفكره، نفس فكره العمل. الفكره في ايه يا شباب؟ او السلكتيفيتي عموما بتاع الوقايه قايم على ايه؟ قايم على تظبيط حاجتين، الوقت والتيار، التايم والكرنت. هما دول العنصرين اللي انا على اساسهم بعمل سلكتيفيتي بالنسبه لانظمه الوقايه كلها. تمام؟ فممكن اقول لك يعني الاوفر لود والاوفر كرنت هما الاثنين تيار زاد لوقت معين. السيتنج بقى اللي انا بظبطه، بظبط التيار ده كام والوقت اللي هيستنى عليه قد ايه. تمام يا شباب؟ النقطه دي مهمه جدا. السيتنج بتاع اي ريليهات موجوده في انظمه الوقايه متوقف على حاجتين، التايم والكرنت. تمام؟ زي ما هتشوف دلوقتي في انواع الاوفر كرنت. تمام؟ احنا طبعا بنتكلم النهارده عن ايه؟ عن الاوفر كرنت، فهنسيب الاوفر لود. انا بس حبيت اوضح الفرق ما بين الاوفر كرنت والاوفر لود عشان ما يحصلش فيهم لخبطه يعني. تمام؟ بيتوصل ازاي يا شباب، او شغله بيبقى عامل ازاي، او شكله عامل ازاي؟ لو انا عندي مثلا ده كده، تمام، ده كده كان ترانسفورمر. توصيه الترانسفورمر دي خلاص احنا عرفناها بقى خلاص من التلات دروس اللي احنا طولنا فيهم قوي دول. ماشي كده، خدت السكندري بتاعهم. إن بقى متعرضة أو هنا الـ reference بس، وده الـ overcurrent ليه. تمام يا شباب؟ ده محول تيار، محول تيار مثلا 200 على 5 أمبير. تمام؟ متوصل على التوالي. إحنا قلنا كل الأجهزة المتوصلة مع محول التيار متوصلة على التوالي، أي current transformer هوصل مع حاجة متوصلة على التوالي، غير محول الجهد، أي حاجة متوصلة معاها تتوصل على التوازي. تمام يا شباب؟ فايه اللي حصل عندي هنا؟ مثلا عندي الفاز ار اس وتي، دي مثلا حصل عندي فولت في الفاز ار، حصل عندي فولت اي نوع من انواع الفولتات اللي احنا قلناها في اول محاضره، فيز تو جراوند، دبل لاين، سري لاين، سري لاين تو جراوند، اي نوع من انواع الفولتس اللي احنا اتكلمنا عنها في ايه؟ في اول محاضره خالص يا شباب. فدلوقتي هنتكلم مثلا، قول ان حصل فولت في الفاز ار مثلا. تمام؟ الفاز ار دي كان ماشي فيها 200 امبير، بقى ماشي فيها مثلا 1500 امبير. تمام؟ حصل فيها فولت، الفولت ده شورت سيركت، شورت سيركت تيار عالي في اتجاه الزياده. تمام؟ مش طبيعي، مش 200 مثلا بقوا 250 بقوا 300، ده كده اوفر لود. تمام؟ احنا بنتكلم في شورت حصل من 200 بقى 1000 1500 وهكذا. تمام؟ خليه مثلا 1000 عشان ايه الارقام ما نتلخبطش فيها. ال 200 دول مثلا بقوا 1000 امبير. تمام؟ نتيجة ان حصل شورت سيركت. فالخمسة دي بقت كام هنا؟ على السكندري بتاع الترانسفورمر؟ نفس النسبة. ال 200 بقت 1000، يعني 200 اتضربت في 5 بقت 1000، ال 5 اتضرب في 5 يبقى مر لي هنا الاي ار، هنا الاي اس، هنا الاي تي اللي ماشيين في السكندري بتاع ايه؟ بتاع محاول التيار. الاي ار اللي في السكندري ده بقى كام؟ بقى 25 امبير. طب انا بظبط الاوفر كارنت ده ازاي؟ بطريقتين، يا اما بقول الاوفر كارنت ده يبقى فين عشان يبقى اقرب، في مثلا هنا الاوفر كارنت ده، يا اما بيكون نسبه من التيار بتاع السكندري. تمام؟ يا بقول مثلا الاوفر كارنت ده انا مظبطه على 3 اي سكندري. تمام؟ يا اما بدي له قيمه محدده، اقول مثلا الاوفر كارنت ده مثلا هنا 5، قول مثلا ايه 7 امبير. تمام؟ يبقى الاي سكند ده، الاي ار ده لو حصل فولت في الفازا ار، فقيمه التيار اللي هتكون مقاليه في الفازا ار في السكندري والله لو كانت تساوي 3 من قيمه الاي سكند اللي هي 3 في 5 اللي هي 15 مثلا، او مثلا 10، يا اما قيمه محدده 10، يا اما نسبه من الاي سكند. تمام يا شباب؟ عوصل لدي
او وصل لدي ايا كان. دي بقى حسب يعني دي حسب الشركات المصنعه، في شركات بتعمل كده وشركات بتعمل كده، وحسب الطلب بتاعك انت كراجل عميل يعني. تمام. فبتقول والله 3 اي اس في وقت مثلا نص مثلا سكند مثلا يا جماعه الارقام دي يا شباب تقريبيه، الارقام دي مش ارقام حقيقيه، دي امثله. تمام. اقول مثلا 10 امبير لمدة نص سكند. تمام يا شباب. فالاوفر كارنت عندي لو وصل 3 اي اس وعدى زمن نص سكند، تمام، يديني ايه؟ يديني تريب. تمام. يبعت بقى اشاره للسيركت بريكر، يا اما للتريب يونت يفصل السيرب يفصل السيركت بريكر، يا اما للبلوك يونت يمنع ان حد يفصل السيركت بريكر، حسب الحاجه اللي هو رايح يعملها، حسب المهمه اللي هو متظبط عليها، اذا كان هيشغل او هيفصل او هيمنع تشغيل او فصل. تمام. او بديه رقم معين 10 امبير مثلا. تمام. برضو الحاجات دي بتكون محسوبه ان انت ايه، لان انت وانت شغال في الشبكه انت بتحسب قيمه الشورت سيركت بتاعك. تمام. انت بتبقى عارف وانت حاطط الكارنت ترانسفورمر ده انت حاطه على شبكه او على خط نقل او على على مولد او على اي حاجه، انت حاسب الشورت سيركت بتاعه هيبقى كام، انت عارف هو هيوصل لكام، فعلى الاساس ده بتجيب القيم دي، بتبقى عارف قيمه السكندري اللي هيوصل عندها الاوفر كارنت ريلي. تمام يا شباب. لما يحصل فولت طبعا، يعني مش في الحاله الطبيعيه، لما يحصل فولت. تمام يا شباب. بكل بساطه هو ده الاوفر كارنت ريلي، ودي طريقه توصيله مع الشبكه، ما فيهوش اي حاجه كتوصيل او كده، ما فيش حاجه اكتر من كده. تمام يا شباب. هنشوف بس ايه، هنشوف انواعه بس مش اكتر من كده، هنشوف انواع الاوفر كارنت ريلي بس كده. تمام يا شباب. انواع الاوفر كارنت ريلي، اول حاجه ديفينيت تايم او انستانتينيوس. الاثنين دول واحد، الاثنين دول واحد يا شباب. تمام. ده هو ده، انا بقول لك بس على الاسامي عشان لو انت بتقرا في حاجه ما تتفاجئش او ما تحسش ان ده حاجه سمعتهاش قبل كده. يعني الديفينيت تايم او سوري الديفينيت كارنت، معلش ديفينيت كارنت ديفينيت كارنت او انستانتينيوس اوفر كارنت. تمام. الاثنين دول مسمى لحاجه واحده. الريلي ده عباره عن ايه؟ الريلي ده حاجه بتفصل في زيرو تايم. تمام. الريلي ده بيتحدد له قيمه تيار معينه، اول ما يوصل لها بيفصل على طول، مفيش تفاهم. تمام. عشان كده الريلي ده بستخدمه امتى؟ بستخدمه في الاعطال شديده الخطوره، الحاجات اللي انا ما ينفعش استنى عليها، اللي انا لو استنيت عليها ممكن المهمات اللي عندي تروح في داهيه. تمام. التيار وصل لقيمه محدده، القيمه المحدده دي ما ينفعش استنى عليها حتى وقت بالملي سكند حتى. تمام. بستخدم فيها الديفينيت كارنت، ديفينيت كارنت تيار معين او انستانتينيوس، لحظيا اول ما اوصل للقيمه المحدده دي لحظيا لازم الريلي ده يفصل لي الدنيا عندي. تمام يا شباب. ده اول نوع. ماشي. النوع الثاني معرفش الاقلام بتخلص، معلش غصب عني والله، هجيب غيرها ان شاء الله. تاني نوع الايه؟ الديفينيت تايم. الديفينيت تايم ده باين من اسمه. تمام. الديفينيت تايم ده تيار معين ومع وقت معين. تمام. يعني بديله تيار ووقت، بديله مثلا 10 امبير، كمان اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي ده اسمه ديفينيت تايم، اللي احنا اتكلمنا عنه دلوقتي ده، ان انا مثلا بديله 10 امبير بعد 3 من 10 سكند. تمام. دي الحاله الوحيده اللي هو بيشتغل فيها، ان هو يحقق الشرطين دول مع بعض، ان هو يفصل لما يوصل ل 10 امبير ويعدي 3 من 10 سكند. تمام. طب ايه الفرق بين دول يا شباب؟ يعني ليه يفرق ايه عندي شويه التايم اللي انا بديهم له قبل ما يفصل، مع انه بيفصل برضه عنده قيمه تيار واحده، قيمه تيار محدده، تفرق في ايه يا شباب؟ بتفرق في حاجه اسمها، بيحصل في الشبكه حاجه اسمها ترانزنت فولت. تمام. او ترانزنت كارنت، او بيحصل حاجه اسمها الانرش كارنت. تمام. الانرش كارنت دي بتحصل بسبب كذا حاجه، المحولات اللي بيحصل فيها انرش كارنت، السيركت بريكر، السيركت بريكر الكونتاكت بتاعتها لما بتفتح وتقفل، او يعني لما تيجي توصل الكونتاكت لما تيجي تقفل على بعضها. تمام. بيحصل حاجه اسمها انرش كارنت، تيار بيحصل لوقت بسيط جدا جدا، يعني اقل من الملي سكند، حاجه يعني قليله جدا جدا جدا. تمام. الحاجه القليله جدا جدا دي ممكن يحس بيها الديفينيت، اللي هو الديفينيت كارنت او الانستانتينيوس، ممكن يحس بيها، فممكن يفصل على الفاضي، يفصل بدون اي داعي. تمام. فكده مش هيحقق الريليابيليتي اللي احنا اتكلمنا عنها في اول محاضره، اللي هي جوده او كفاءه او الاعتماديه بتاعه منظومه الوقايه.
تمام. الديفينيت تايم بيعدي لي المرحله دي، المرحله بتاعت الترانزيانت او المرحله بتاعت الانرش كارنت، تمام. دي هي الميزه اللي فيه يعني، تمام يا شباب، او ده الفرق اللي بينه وبين الديفينيت كارنت، تمام. تالت نوع عندك يا شباب حاجه اسمها ايه، انفرس، انفرس تايم او انفرس اوفر كارنت. الانفرس ده يا شباب، الانفرس ده كده التيار، لا ده التايم، وده كده التيار، ودي العلاقة اللي بينهم. ايه المنظر ده يا شباب؟ الانفرس ده ريلي اوفر كارنت ريلي بيفصل، ولكن عن طريق علاقة ما بين، علاقة عكسية ما بين التيار والوقت، تمام؟ كل ما كان التيار قليل كل ما كان بياخد وقت طويل، تمام. يعني لو قلت هنا مثلا وليكن ارقام يا شباب مجرد بس كده ايه، لو ده مثلا 1 امبير ودي مثلا 1 سكند، طيب التيار بتاع العطل زاد شوية بقى مثلا 5 امبير، الوقت عندي بلاقي ايه بيقل، الواحد سكند دي بقت مثلا نص سكند. طب التيار زاد قوي بتاع العطل، تيار العطل زاد جدا بقى مثلا 50 امبير، هلاقي ده عندي مثلا بقت مثلا ايه 3 من 10 ملي سكند، تمام. يبقى ده ريلي بيفصل، ايش ريلي بيفصل عن طريق علاقة عكسية ما بين الكرنت والتيار، تمام يا شباب. كل ما كان تيار العطل كبير كل ما كان زمن الفصل اقل، تمام يا شباب. انت فهمت التلاتة دول؟ ايه بقى اللي بيستخدموه في الطبيعة؟ او ايه اكتر حاجة مستخدمة بالنسبة للاوفر كارنت عموما؟ عموما تمام؟ الحاجات دي مفيش حاجة فيهم بتستخدم لوحدها، تمام يا شباب؟ انا بس قلتها عشان نفهم كل نوع منهم، عشان لما اقول لك عن النوع المستخدم في اغلب او في كل الريليهات الموجودة دلوقتي خصوصا في الديجيتال ريليز، تمام؟ تبقى فاهم ايه هو ليه بقى كده. المستخدم دلوقتي يا شباب حاجة اسمها الاي دي ام تي، انفرس ايه، ما علينا مش مهم الاسم، المهم يا شباب ان هو ايه، عباره عن ريلي كارتين اللي هو اي دي ام تي، انفرس ديفينيت مينيموم، انفرس ديفينيت مينيموم. مينيموم ايه؟ معلش نشوفها بالمره. مينيمم تايم، اه انفرس ديفينيت مينيمم تايم، تمام. ده عباره عن ايه يا شباب؟ الريلي ده عباره عن ريلي جواه وحدتين، تمام، وحده انفرس زي ده، تمام، زائد وحده انستانتينيوس، تمام يا شباب. يعني هو نفس الريلي فيه الوحدتين دول، بيقوم بالوظيفتين، جزء منه بيشتغل انفرس، تمام، طبقا لعلاقه عكسيه ما بين التيار والزمن، وفي جزء منه ماشي انستانتينيوس، تمام. يعني ايه يا شباب؟ يعني مثلا لحد هنا الجزء ده الريلي بيفصل على ايه، على اساس العلاقه العكسيه اللي ما بين التيار والوقت، تمام. والله التيار العطل عندي عدى القيمه دي، يعني ممكن مثلا ده مثلا من زيرو مثلا نقول مثلا لخمسة امبير، تمام، من زيرو لخمسة امبير الريلي شغال عندي بايه، بانفرس زي ده كده، كل تيار قدامه وقت معين للفصل بتاعه، تمام، بيستنى وقت معين وبعدين يفصل. والله ده ليه عندي عدى ال 5 امبير، سوري، تيار الفولت، تيار الفولت عندي، تيار الفولت ده عدى ال 5 امبير يفصل انستنتينيوس على طول، تمام يا شباب. يبقى كل الريليهات الموجوده دلوقتي يا شباب، كل اوفر كارنت الموجوده، اوفر كارنت ريليز الموجوده دلوقتي عباره عن وحدتين، واحده انستنتينيوس وواحده انفرس، تمام، في كده وفي كده. ده بتتظبط عن طريق ايه؟ عن طريق السيتنج بتاعتها. لو انت شغال بديجيتال ريلي السوفت وير بتاعه بيتظبط بالشكل ده، بيتظبط عند قيمه معينه يفصل انستنتينيوس، قبل القيمه دي تمام بيفصل ايه؟ بيفصل انفرس عن طريق العلاقه بين التيار والزمن، تمام يا شباب. دي انواع الاوفر كارنت ريلي اللي موجود عندنا يا شباب، ودي طريقه توصيلها، تمام يا شباب. تمام، يعني كده في الوقت الحالي ان شاء الله انت مش محتاج تعرف اكتر من كده عن الاوفر كارنت ريلي، تمام.
تطبيقاته بقى واستخداماته والكلام ده كله هنشوفها ان شاء الله بعدين فين يعني بيستخدم فين، واحنا بنتكلم عن حماية كل جزء من اجزاء الشبكة. تمام، انت بقى ممكن تزود ايه لو انت عايز بقى تتعمق اكتر، ممكن تشوف ازاي بيتظبط الريلي ده، السيتنج بتاعه بيتظبط ازاي. تمام، الارقام بقى والمعادلات والكلام ده كله، ده بقى اللي هو ايه الشغل الاكاديمي. احنا اتفقنا ان احنا هنتكلم عن الشغل العملي شوية، مش هنتكلم عن الشغل الاكاديمي كتير. فاللي عايز يشوف تظبيط السيتنج ده عامل ازاي ممكن يخش يدور عليه، وممكن تخش يدور كمان على اختبارات اللي بتتعمل على الاوفر كانتري دي. تمام، بس يا شباب اظن ان شاء الله كده مفيش حاجه، ان شاء الله المره الجايه هنتكلم عن الايرث فولت. تمام، وهنكمل باقي انواع الريليهات، وبعدين هناخد كل جهاز ونشوف ايه انواع الحمايه الموجوده عليه ان شاء الله باذن الله. جزاكم الله خير يا شباب، شكرا جدا. استاذنكم لو في اي حد عنده تعليق او عنده اضافه، عايز يضيفها يقولها في التعليقات، احنا كلنا بنستفاد من بعض يا شباب. وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا يا شباب.